فهذا يعني كلام. ولكن سيادة القاضي قرأت لك مقالة عن كنت تنتقد بها الحكومة العراقية بعدم الإسراع في إعدام علي كيمياوي وأيضا أزلام النظام السابق اللي انحكموا بالإعدام. حقيقة أنا كتبت مقال فعلا يعني أسباب عدم إعدام تنفيذ إعدام علي حسن المجيد، هل هي سياسية أو تاريخية أو قانونية؟ لكن سيادة القاضي، الآن نفذ حكم الإعدام بالمجرم علي كيمياوي. علي حسن المجيد صدر حكم الإعدام به مع سلطان هاشم وحسين رشيد، فما معنى عزل علي حسن المجيد عن سلطان هاشم وحسين رشيد؟ هذا واحد. هل هنالك أسباب سياسية حول الموضوع؟ البعض يقول هم جنود وكانوا ينفذون الأوامر، لكن القضاء قال كلمته، وأنا أأمل أن يحترم القضاء وقواعد القانون، وعندما تقول المحكمة كلمتها على الهيئات المختصة التنفيذية سواء الرئاسة أو مجلس الوزراء أن يتبعوا صلاحياتهم الدستورية، لأن في هذا النوع من الجرائم الدولية حقيقة مجلس الرئاسة ليس له الصلاحية بإعطاء العفو أو استصدار أي عفو، لكن قد يكون له صلاحية بإصدار مرسوم جمهوري أو عدم إصدار مرسوم جمهوري، لكن المحصلة الأخيرة يعني المادة أعتقد 73 من الدستور تحدد جرائم الدولية غير مشمولة بالعفو. علي حسن المجيد، سلطان هاشم، حسين رشيد، وطبان، سبعاوي ارتكبوا جرائم دولية، المحكمة أصدرت قرارها، هيئة الرئاسة ليس لها صلاحية العفو. سيادة القاضي، عندما عينت قاضي تحقيق في محكمة صدام، هل التقيت بصدام قبل التحقيق؟ طبعا أنا استلمت صدام من سلطة الائتلاف في يوم 30. صدام كان أسيرا لدى قوات الاحتلال في ذلك الوقت، بعد أن أصدرنا أمر قبض بحقه وآخرين طلبنا إلى سلطة الائتلاف في تلك الفترة بتسليم المتهمين إلى السلطة القضائية العراقية حتى يتحولون من أسرى إلى متهمين جنائيين، وبالفعل استلمناهم، وكانت سلطة الائتلاف تصر على أن يكون التسليم بحضور رجال الشرطة وقاضي التحقيق، فكنت أنا أمثل السلطة القضائية واستلمت صدام لمدة دقيقتين أو ثلاثة في يوم 30 حزيران، حيث نقل فعليا من سلطة الائتلاف إلى السلطة العراقية القضائية العراقية، ولكن من حيث الاعتقال ومكان الاعتقال والجوانب الأمنية بقيت تحت سيطرة سلطة الائتلاف في تلك الفترة والجيش الأمريكي بالتحديد لأسباب قد تكون غير خافية على الجميع، هي الأسباب الأمنية وفي عدم توفير الأمن الكامل للمتهمين وخشية من حدوث أي خلل أمني قد يعرقل سير المحاكمات. لكن سيادة القاضي، عندما شاهد العراقيين وأيضا الوطن العربي وأيضا في كل مكان بالعالم القاضي رائد جوحي وهو يحقق مع صدام حسين، تفاجأوا بأول شيء عمرك صغير جدا، ثاني شيء هل معقول أنه قاضي يحاكم أو يحقق مع صدام حسين بعمر صغير مواليد السبعينات؟ طبعا أنا قاض في ظل النظام السابق، وأذكر شيء للطرفة هنا، في الجلسة التحقيقية الأولى مع صدام حسين بعد الصدر التعريفي للمتهم أي الاسم والمواليد والمنصب وإلى آخره، فهو سأل سؤال قال الآن أنت عرفتني وعرفت هويتي، فممكن أن تعرف هويتك، فأخبرت أنا قاضي رائد جوحي من المحكمة التفاصيل، فقال من عينك قاضا؟ فقلت أنت من عينتني قاضي، أنت من وقع على مرسوم الجمهوري عندما كنت رئيسا للجمهورية في النظام السابق، فأنا معين قاضيا في الوقت الذي كنت فيه رئيسا للجمهورية، فأنا قاض محترف سرت في السلسلة القضائية والعدلية حتى وصلت قاضي. أما مسألة السن فكثير من الناس المحترفين لا يعيبهم السن، لكن يوجد عدد كبير من القضاة وأيضا المحترفين، فدائما سؤال يدور بذهن كل العراقيين، لماذا اختير رائد جوحي كأول محقق في هذه القضية المهمة؟
للشعب العراقي. طبعا ثقة، وأنا أشكر ثقة يعني السلطة القضائية في العراق أن تضعها في القاضي رائد جوحي، هذا شيء، وثقة زملائي القضاة، هاتين. لكن للتاريخ أيضا هنالك من اعتذر عن المهمة عندما عرضت عليه. الآن كل شيء أصبح في الماضي، وليس هنالك عيب من قول الحقيقة أو عرضت المهمة على أعداد، ولكن اعتذروا لأسباب قد تكون شخصية أو أمنية لا أستطيع أن أجزم، لكن عندما عرضت علي أنا أحترم مهنتي القضائية فقبلتها. هل كان رائد جوحي متعاطفا مع صدام وأزلامه كونه ابن البعث كما يقول صدام؟ قد يكون السؤال، اتهم رائد جوحي أنه متعاطفا في بعض الأحيان. أنا قاضي محترف، والقاضي يجب أن يقف